شيت الأولى مشينا على كل الأسئلة وحلينا مع بعض. في أحد عنده أي سؤال يا شباب؟ في أحد عنده أي سؤال على أسئلة الوركشيت؟ طلعنا السؤال الأخير. مين حاول يحل يا شباب؟ السؤال الأخير ضل فيه ثلاث فروع، مين حاول يحلهم؟ السلام عليكم. سلام. دكتور أنا حاولت أحلهم. كيف نشتغل؟ سؤال الأول. والله يعني حليتهم الحمد لله، إن شاء الله طلعوا معي صح، بس الأخيرة حليتها ورديت مرة ثانية غيرت رأيي يعني، بس الأخيرة اللي فيها أودو إيفن. حلو. طب هلا الأولى. الأولى أول شيء السترينج راح تكون كلها يعني هو يقول إيفن صح؟ راح تبدأ الـ L تساوي AA بعدين BB بعدين AB بعدين BA، هذه أول واحدة. هلأ السترينجز. نفتح الوايت بورد. وانا بالنسبة لـ A طول W is even، طول زوجي. ايش يعني طول زوجي؟ يعني L ايش بتحتوي؟ لا هل تحتوي لمدة ولا لا؟ مش مية اي صح، معاهم لمدة إلا موجودة. لمدة موجودة لأن طولها زوجي، طولها صفر. طيب ايه بروحها موجودة؟ لا لا ولا بيروحها، لازم الطول يكون زوجي. مثلا AA يعني AA BB أقصى طول عندي صفر، الصفر. بعدين الطول اثنين يعني طول زيرو طول اثنين. هلا اعمل لي سترينج طول اثنين مكون من الاي والبي، ايش الاحتمالات اللي عندي؟ اول شيء انا بصراحه حطيت AA BB BB بعدين AB AB بعدين BA. ممتاز. بعدين بطول أربعة. إيه بعدين نسوي مثلاً أربعة A وأشكل بينهم بحيث أنهم يطلعوا لي بالنهاية أربعة. Exactly. إذن language تحتوي على جميع الكلمات المكونة من الـ A والـ B وطولهم زوجي. يعني إيش طولهم زوجي؟ يعني عدد الأحرف اللي فيهم زوجي. بغض النظر مين يجي قبل الـ A أو الـ B وبأي ترتيب. طيب هلا احنا المطلوب من السؤال انه ارسم لها دي اف اي. يلا مين يقترح علي يا شباب؟ دكتور انا رسمتها، اقول لك على الرسمه. تمام. اول شيء كيو 0 هذه الستيت العاديه، الستارت ستيت كيو 0. تمام ستيت. بعدين اروح لل يطلع منها اي وبي تروح للكيو 1، ما ادري اذا صح او خطا بس يعني حاولت نجرب. يلا اي وبي وهي تروح Q1 بعدين يطلعون بعدين يطلعون منها A و B للQ2 بعدين هني الـ accepting هذه A و B لQ2 الـ accepting تكون يعني. أيوة دكتور بعدين أعتقد غلط هيك. أوكي خلينا نمشي معها. أوكي بس نمشي معها عادي حتى لو غلط يعني، بس أنا كنت أجرب شغلة عادي. مو واحد يفكر جرب. تمام. بعدين طلعت منها دكتور الQ3 اللي بتطلع تراب يعني إلى ما لا نهاية الأرقام الزوجية، عرفت؟ بس أنا شنو فكرت فيها لأن لما يكون الترانزيشن من Q1 لQ2 حسبتها أن هذه واحد، بعدين من Q1 لQ2 حسبتها اثنين أن اللينكت لأنه قال لي إيفن اثنين، فأنا رسمت يعني يعني مثل تقول يعني تيست يعني. تمام. طب هلأ لو أنا بدي كمان طول أربعة كيف حسويها بالحالة تعيتك؟ يعني أنت هون عاملة طول واحد اثنين. تمام. يعني هاي بتعمل لي طول اثنين. يعني هاي بتاخذ لي بعين الاعتبار الـ A A الـ A B، هدول كلهم تاخذ لي اياهم. ايوه لمدة اكسبتد عندك هون. اي هذه مشكلتي انا اصلا انا بشغلي ما حطيت لمدة، بس لما جيت احل معاك قلت لك لمدة بصراحه. يعني هلا لمدة مش اكسبتد هون. لا هني مو برسمتي مش اكسبتد وبطول اربعه مو اكسبتد صح؟
صح صح دكتور. فهي يعني الحل ناقص. أوكي. هلا ايش الفكره بالموضوع؟ انا لما يكون في عندي طول 2 معناته بدي 2 ستيت بس، ذاتس ات. يعني لما يكون الطول زوجي، الطول يكون عندي زوجي، معناته عندي فقط 2 كيسز، اما الطول زوجي واما الطول فردي. دكتور دقيقه دقيقه، الحين انا الستيت عندي على حسب شنو يقول لي؟ اذا كان زوجي مثلا يكون 2 ستيت، واذا كان مثلا اود يكون 3 ستيت. لا مو هيك. هلا اذا كان زوجي فردي فقط 2 ستيت، بغض النظر جاي لي زوجي او فردي، خلينا كيف يعني، خلينا نجرب. اوكي 2 ستيت، هاي الستيت الاولى نعتبرها الستيت حق الزوجي، والستيت الثانيه نعتبرها الستيت حق الفردي. هلا لاحظي في البدايه الطول ايش حيكون عندي، زوجي ولا فردي؟ في البدايه طول السترينج ما اقرا ولا حرف، قديش بكون طول السترينج؟ يكون زوجي بالبدايه لان في لمزه. صفر في البدايه يكون طول السترينج صفر، يعني لانه عندي لمده، فبالتالي انا اعتبرت الستيت الاولى زوجي. ليش؟ لانه بكون طول السترينج صفر والزوجي اكسبتد، فبخليها هي ايش الفاينل ستيت. تمام، نخليها هي الفاينل ستيت. طيب تمام، هلا لو قرات A او B قديش حيصير الطول عندي؟ خليكي معي نشمي، لو قرات A او B قديش حيكون حيصير الطول عندي؟ اذا الحين قرأناها راح يكون واحد، حيصير واحد فردي. طيب عشان نرد مره ثانيه زوجي، لا اما A او B نرجع. اوكي ماشي، ردينا قرانا 3، ردينا 4، قرانا مره ثانيه 5، ردينا 6 زوجي. لاحظي دكتور مرة، كانك انت قاعد تدخل لوب الحين بالطريقه هذه. اكزاكتلي لوب، هو لوب، هو لوب، بس انا بتحكم باللوب. العدد باللوب دائما انا واقف على هاي الستيت يكون زوجي، واللوب لما اوقف على هاي الستيت يصير فردي. اوكي تمام، بس انا ما بقدر اعمل لوب بهاي الطريقه. لوب بهاي الطريقه ما بتحكم بالعدد، هذه انفينيتي. لا هاي ستار، هاي ستار، هاي اي او بي 2 ستار. اوكي واضح، اي او بي ستار، يعني ممكن يكون هاي اي عدد، مو محدد يعني. هون محدد، هو محدد صح، انفينيت عدد لا نهائي، لكن انا واقف على هاي الستيت دائما بكون عدد زوجي. لو انا واقف على هاي الستيت دائما بكون عدد فردي. اوكي واضح شباب؟ اوكي تمام، يعطيك العافية. اذا A الحل تبع A هو هاي 2 ستيت، الاولى بتمثل العدد الزوجي او الطول الزوجي للسترينج، والثاني بتمثل الطول الفردي للسترينج. تمام، والترانزيشن طالع من كل ستيت 2 ترانزيشن. لاحظ لما انا احط بهذه الطريقه، يعني الستيت هاي طالع منها 2 ترانزيشن، ترانزيشن A وترانزيشن ثاني B، بس انا بحطهم باختصار هيك. واضح؟ نفس الشيء عندي 2 ترانزيشن طالع من الاود ستيت رايح على الايفن ستيت، واحد ب A والثاني ب B. شباب في حد مو فاهم كيف حلينا؟ الو، لو انا فاهم دكتور الحين، انا صراحه فهمت وياك. تمام شباب، في حد مو فاهم كيف حلينا؟ اي شباب، محمد مصطفى، محمد موسى، فاهم كيف حلينا يا محمد؟ محمد راح نام. طيب يا زيد. دكتور تمام، ان شاء الله واضح كيف حلينا، طلعنا الدي اف اي، رسمناها اعتمادا على اللغه المطلوبه. واضح دكتور. شباب اللي مش فاهم بليز اسال،
يعني هاي مادة فهم مش مادة حفظ، مادة فهم، مادة كلها براكتس وحل. أنا أعطيتك الورك شيت عشان تشتغل بالبيت، ما حد اشتغل إلا نشمية، هي الوحيدة اللي دزت لي بالويك إند. بدون ما تشتغل صعب إنك تسيطر على المادة، لازم تعمل براكتس يا شباب، وتسأل مرة مرتين وثلاث ليش هاي انحلت هيك. طيب نيجي على اللي بعد. B number of A is even. نفس الشيء السترينج مكون من الA والB أو ينتمي الأحرف تعيته A وB. تمام، عندي فقط شرط واحد على عدد الA إنه إيش يكون زوجي. طيب هاي اللانجوج إيش فيها سترينج؟ دكتور تقريبا فيها نفس اللي قبل شوي، بس أنا هم حليت بس فيه غلط، هم اللمدة ما حطيتها. أول إيش اللمدة موجودة لأنه عدد الA في اللمدة زوجي. لاحظوا هون الشرط فقط على مين؟ على عدد إنها لأن الA مضروبة بالA والA تكون زوجي. Number of A. من شو الA مضروبة في الA؟ هاي اختصار number of A is even. number هو يعني. أي مضروبة هاي اختصار بدم أكتب number of A and W is even كتبناها N A. N A يعني number of A عدد الA في the strings زوجي. واضح شباب هاي إيش مقصود فيها؟ N A عدد الA. ما بقول لي عدد الA بالسترينج زوجي. عدد الA بالسترينج زوجي. فهل لمدة مقبولة ولا مش مقبولة؟ لمدة مقبولة. ليش لمدة مقبولة؟ لأنه عدد الA فيها صفر والصفر زوجي. طيب إيش كمان عندي؟ هلا لازم يكون عدد الA زوجي. يعني عدد الA صفر معناته عدد الA هو بده يكون السترينج الثاني قديش؟ 2. ايه 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 ايش كمان؟ 4 ايه ممكن 4 ايه بس قبل 4 ايه. هلا سترينج بطول 2 اللي هو ايه ايه، هل بي بي مقبول ولا لا؟ لا. ليش لا؟ هل قديش عدد الاي قديش عدد الاي هون مضبوط بي بي صحيح زيرو عدد ايه عدد ال عدد ال عدد الاي زيروز. طيب بي لحالها اكسبتد ولا لا؟ اكسبتد اكسبتد لانه عدد الاي صفر والصفر زوجي. لاحظ الشرط هون على عدد الاي نمبر اوف اي. اي سترينج عدد الاي فيه زوجي مقبول، البي لحالها عدد الاي فيها ايش؟ صفر. هون عدد الاي صفر فالبي لحالها اكسبتد والبي بي اكسبتد. طيب هل البي اي بي اكسبتد؟ لا لا لانه عدد الاي واحد. تمام، اذا بي وحده اكسبتد، 2 بي اكسبتد لانه عدد الاي فيهم صفر. طيب عشان احط اي لازم يكون عندي تنتين اي، فانا عندي اي اي قلنا accepted، A B A accepted، B A A accepted، و A A B accepted. لاحظوا إنه التركيز على عدد ال A، عدد ال B ما عليه أي restrictions، ما عليه أي قيد، عدد ال B ممكن يكون أي عدد، ما بهمني هون بهاي اللغة. طب إحنا بنحكي عن سؤال B، تمام؟ بنحكي عن سؤال B. طيب يلا نرسمها مع بعض. أرسم أنا دكتور. يلا. Start state Q0. تمام. عليها loop الB. سنت. لاحظوا ليش هون زميلكو حط loop على الB؟ لأنه ما في restriction. فممكن أي عدد من الB في البداية يكون. من تمام. Q0 ل Q1 A. تمام. وعلى Q1 برضو لوب على البي. سنت. ما في ريستريكشن على البي. تمام.
من كيو 1 لكيو 0 اي سنت. وين الفاينل ستيت؟ في كيو 0 سنت. والفاينل ستيت بكيو 0 تاز. تمام الله يعطيك العافيه. لاحظوا شباب هون لما واحد ياخذ الفكره ياخذ الكونسبت على السريع الموضوع سهل. انا هون عندي عدد زوجي على الاي فهون الايفن بده يكون للاي والاود بده يكون للاي البي ما عليه ريستريكشن عملت عليه لوب خلصت. يعني لو كان السؤال number of a of w is odd ايش بيختلف الحل؟ لو كان السؤال number of a of w is odd مش even ايش بيختلف الحل هذا؟ شو اسمه هذه الاكسبتنج دكتور احسنت الاكسبتنج حصير q1 مش q0 بس حيختلف بالاكسبتنج. الاكسبتنج بدل ما هو q0 حصير q1 واضح؟ طيب تمام. سي سي بدها تفكير شوي. سي بتختلف شوي عن الاي والبي. سي انا عندي ريستريكشن على الاي لحالها وعندي ريستريكشن على البي لحالها. عندي النمبر اوف اي of W even ممكن يكون أو odd والnumber of A number of B of W ممكن برضو يكون إما even وإما يكون odd. أكم احتمال صار عندي؟ لاحظوا هون اثنين احتمال واحد number of a of w احتمالين بس كان عندي هنا اما number of a even او odd والnumber of b of w ما في عليه اي restriction فبالتالي كان عندي two states لانه عندي احتمالين. هون ال a عليه احتمالين وال b عليه احتمالين فعدد الاحتمالات قديش حصير عندي؟ أربعة. إيش هم الأربع احتمالات؟ طبعاً أربع احتمالات لمين؟ لا اللي هو السترينج للدبليو. إيش هم الأربع احتمالات؟ هلا لاحظوا الأود والإيفن. أحسنت الأود والإيفن. الدبليو ممكن يكون عدد الأي لو إحنا هنا حكينا أي و بي عدد الاي وعدد البي. هلا احتمال الاول عدد الاي ايش يكون؟ ايفن وعدد البي ايفن صح. احتمال الثاني عدد الاي ايفن وعدد البي اود. احتمال الثالث عدد الاي اود وعدد ال B even. احتمال الرابع عدد ال A odd وعدد ال B odd. واضح؟ فبالتالي الرسمة حيكون فيها أربع states. الستيت الأولى اللي هي حتمثل even even. الستيت الثانية تمثل even odd والستيت الثالثة تمثل odd even والستيت الرابعة تمثل odd odd. معي شباب؟ معي أنا معك دكتور معك. تمام. ليش انا عملت اربع ستيت؟ لانه انا عندي اربع احتمالات. كيف عندك اربع احتمالات؟ عندي شرط على عدد الاي وعندي شرط على عدد البي. تمام. بحكي لي انه عدد الاي لازم يكون ايفن بالسؤال وعدد البي اود فبالتالي ايش احتمالات عدد الاي؟ اما ايفن واما اود والبي برضو احتمالين ايفن واود. تمام. فبالتالي السترينج حيكون فيه عدد اي وعدد بي. ايش احتمالات السترينج؟
انه يكون عدد الاي في even وعدد البي even ام او عدد الاي even وعدد البي odd. طبعا الاحتمال المقبول عندنا بالسؤال ايش هو؟ عدد يكون واحدة even واحدة تكون وال هذا الان بي النمبر اوف بي odd. عدد الاي تكون even وعدد البي odd. عدد الاي even والبي odd يعني هذا الاحتمال اللي عندنا لازم يكون. بالتالي الاكسبتنج ستيت حيكون عندنا ايش هو؟ الاول وحده اللي هو الايفن الايفن اود. هاي المفروض اللي هو ايش الاكسبتنج ستيت، عدد الاي ايفن وعدد الاو اود. هذا بالنسبه للسؤال تبعنا. طيب هلا مين حتكون الستارت ستيت؟ طب كيف هعرف بالبدايه؟ زيرو بالبدايه even even. احسنت ايفن ايفن في البدايه ما حيكون عندي، حيكون عندي في البدايه مش قارئ لا اي ولا بي. انا واقف على الستارت ستيت بكون مو قارئ ولا حرف لا من الاي ولا من البي بالنسبه للسترينج، فبكون عدد الاي زيرو وعدد البي زيرو، تنتين بكونوا ايفن ايفن. طيب هلا سؤال، لو قرات 1 بي وين حوديني؟ على اي ستيت؟ على كيو زيرو. هلا ما في عندي كيو زيرو، انا عندي ستيت على اي او، حيوديني على الاي او. لو قرات 1 بي ليش؟ اكسبتد. لو قرات 1 بي حيصير عندي عدد الاي صفر وعدد البي واحد. عدد الاي صفر فبالتالي ايفن، وعدد البي واحد فبالتالي اود، صح؟ يعني انا قاعد صح. اوكي هلا طيب سؤال، لو رديت قرات بي مره ثانيه على الايفن، على الايفن ايفن. ليش؟ لانه يعني عدد ثاني مره ثاني لف عدد الاي صفر ما زال ما قرات اي، وعدد البي كان اود لما قرات زدت عليه واحد رجع ايفن، صح؟ يصير مرة ثانية لو سمحت بس شوية، عيد هذه الحركة شلون طلع مرة ثانية الحين مرة. أنا مو عند إي إي مو زيرو هذه الحين. هلا في البداية كنا إي إي. أوكي. قرأنا 1 إي، قرأنا 1 بي. أدي صار يعني خلينا هون مثلا نحكي عن في البداية number of A والnumber of B. أوكي. في البداية على الإي إي الـ number of A of W 0 والـ number of B of W قديش؟ 0 0. لما أقرأ أنا 1 B إيش حيصير عندي في عدد الـ A وعدد الـ B؟ عدد الـ A ما حيتغير نفس الشيء، عدد الـ B حيزيد 1 صح؟ فنقلني على ستيت ثانية إنه عدد الـ A even ما تغير وعدد البي صار واحد اللي هو اود. نعم. هلا احنا بنحكي لو قرأنا كمان بي حي ستيت حيروح؟ راح يرجع. حيرجع ليش؟ لانه عدد البي يرجع اثنين. انا قارئ اول بي واحده، لما اقرا كمان بي كم بي صار عندي؟ لا بي واحد لحد الحين بي واحده. بس انا بحكي لو قرأت كمان بي اثنين راح يكون، يصير عندي اثنين بي، مش انا ببلش من الستارت قرأت 1 بي رديت قرأت كمان بي صار عندي 2 بي. نعم. بس عدد الـ A still صفر. نعم. صح؟ فعدد الـ A زوجي وعدد الـ B صار رجع زوجي مرة ثانية، صح؟ أوكي. لأنه 2. طيب هلأ لو قرأنا بي، طب لو قرأنا A، لو أنا واقف على E E وقرأت ينزل على O E حيروح على O E. ليش؟ لأنه أنا كان عندي عدد الـ A صفر صار عندي عدد الـ A واحد، صح؟ صح. طيب هلأ لو قرأت كمان A برجع E E، هيرجع E E. لو قرأت كمان A هيرجع E E. حلو؟ طيب هلأ خلصنا من أول ستيت اللي هو الاي اي، هي طلع منها بي وطلع منها اي. نيجي على ستيت ثاني هون الاو اي. ايش يعني او اي؟ يعني عدد
الاي فردي عدد البي زوجي. هلا هاي الستيت طلع منها اي، لازم يطلع منها ايش كمان؟ البي. بي. هلا البي وين حتوديني؟ على او او. حتوديني على او او. ليش؟ لانه انا هون واقف، انا هون عدد الاي فردي وعدد البي زوجي. لما اقرا كمان بي، اذا كان زوجي اي رقم في الدنيا زوجي وزيدنا عليه واحد ايش يصير يا نشمية؟ واحد يصير فردي. اي عدد، اي عدد في الدنيا كان زوجي، مو شرط انه صفر، اي عدد زوجي، خذ اي عدد زوجي زيدي عليه واحد ايش يصير؟ زوجي، يبقى زوجي. لا لا، زائد صفر دكتور تقول. انا بقول زيد عليه واحد، زيد على واحد يتغير فردي، يصير فردي. بالضبط هي الفكره بالموضوع. انا هون واقف على هاي الستيت وعدد البي زوجي، صح؟ مش هذا الرقم الثاني، يعني قلنا انه هذا عدد البي. نعم دكتور. عليه واحد يصير عدد البي فردي. واوريدي نعم. من اول عدد الاي فردي ما غيرنا عليه، ما زدنا شيء، احنا زدنا على عدد البي. هيروح على الاو او. طيب هلا هاي الستيت فردي فردي، لما اطلع منها 1 بي، لما اطلع منها بي وين حتوديني؟ على الاو اي. على الاو اي. ليش حتوديني على الاو اي؟ لاني انا غيرت على عدد البي، كان فردي زدت عليه واحد صار زوجي، عدد الاي ما تغير ضل او. طيب لما يطلع منها اي وين حتوديني؟ على الاي او. استنت، لما يطلع منها اي حتوديني على الاي او. ليش؟ لانه الاو، لانه الرقم الاول هون بيمثل عدد الاي، عدد الاي فردي زدنا عليه اي واحدة صار عدد الاي زوجي، بس عدد البي ما تغير. هلا خلصنا من هاي الستيت، ضل عندي هاي الستيت. هاي الستيت طالع منها بي، بدنا نطلع منها اي. عندي عدد الاي زوجي، عدد الاي زوجي، بس ازيد عليه واحد ايش حيصير عدد الاي؟ فردي. فردي، وعدد البي اوريدي فردي. تمام، صار عندي هون الرسمه جاهزه. خلينا نجرب هلا ايش عندي موجود. things بهاي اللانجويج، اي زوجي بي فردي. هلا اي زوجي، طيب هل لمده الحاله اكسبتد؟ لا لا. ليش؟ لانه لمده انه بي فيها عدد اي زوجي وعدد بي زوجي، بس احنا لازم عدد البي دائما ايش يكون؟ فردي. لمده لحالها مش اكسبتد. طيب اي لحالها اكسبتد؟ لا لا، لانه عدد الاي فيها فردي وعدد البي زوجي. طيب بي لحالها؟ يس يس. عدد البي، البي لحالها اكسبتد لانه عدد البي فيها فردي وعدد الاي زوجي، عدد الاي صفر، صح يا شباب؟ عدد الاي هون عندي زيرو وعدد البي واحد. طيب اي بي، اي بعدين. طيب اي بي، هل اي بي اكسبتد؟ لا، عدد الاي فردي مش اكسبتد، لازم يكون عدد الاي زوجي. تمام. طيب يعني بطول اثنين ايش ممكن يكون عندي؟ هل ممكن يكون عندي إشي بطول اثنين؟ بطول اثنين يعني AA مثلاً، الـ AA accepted؟ لا لا، لأنه عدد البي فيها فردي، عدد الـ A زوجي بس عدد البي صفر. طيب معناته AAB و ABA بأي ترتيب و BAA كلهم هدول بطول ثلاثة accepted. ليش؟ خذ اي سترينج من هدول بلاقي عدد الاي زوجي وعدد البي فردي، عدد الاي زوجي وعدد البي فردي. طيب طول أربعة ايش ممكن يكون عندي بطول أربعة؟ دكتور اي لحظه، ما في دكتور، ما حيزبط معي بطول أربعة، ما حيزبط معي بطول أربعة.
انا ما حضبطيها انه يكون عندي عدد الاي زوجي وعدد البي فردي. تمام اوكي كل خمسه حيضبط معي. ليش؟ لو اخذت اي اي زوجي وثلاثه بي وبعدين خد الكومبينيشنز بينهم باي ترتيب، يعني اي بي اي بي بي وهكذا. واضح؟ دكتور دقيقة. الريستريكشن على عدد الـ A بروحها وعدد الـ B بروحها. يس. دكتور لا شوف أنا الحين انتبهت لشغلك، أنا حليتها بس كان عندي ميسنج. يعني الحين بهذا بالجزئية هذا رقم ثلاثة سي، هم قصدهم إنه يكون الـ A والـ B يعني عدد زوجي وفردي بنفس السترينج الوحدة. 100%. إحنا لما نحكي. أنا كنت مفكرة كل واحدة بروح. لا لا. إحنا لما نحكي. لحظة الترتيب كيف السؤال نقرأه. language تحتوي على كل الكلمات اللي اسمها W. إيش شرط W؟ من A و B. إيش يعني W belong ل A B star؟ إنه W ممكن يكون أكيد دخلها أكيد. من أي ترتيب من A وال B. تمام؟ شرط تاني إنه عدد ال A زوجي. عدد ال A في مين؟ بالW نفسه كل واحد. وعدد ال B فردي بالسترينج الواحد. بالسترينج الواحدة يكون فيها زوجي وفردي بنفس الوقت. يعني أي سترينج لو نأخذه من اللانجويج هاي لازم ينطبق عليه هذول الشرطين في نفس الوقت. أوكي. شكرا دكتور. في أحد عنده أي سؤال يا شباب؟ في أحد عنده أي سؤال؟ دكتور أنا عندي سؤال. يس. الحين مثلاً نقدر نقول على الخيارات اللي اخترناها مثلاً نقول صفر صفر إذا إحنا نبي نسوي بالستيت نفهم مثلاً عمرنا صفر صفر بعدين بعدين صفر واحد بعدين واحد واحد بعدين واحد صفر ونمشي على الأسلوب هذا. تقدر تحط اللي بدك إياه، تقدر تعمل ليبل هون بدك إياه، تقدر تسميهم Q0 Q1 Q2 Q3، تقدر تسمي اللي بدك إياه. إحنا نخترع طريقة معينة إن نعطي ليبل أسماء للستيت إنها تسهل علي الحل. يعني اقصد كانه باينري وامشي عليهم شلون اسوي. فهمت علي؟ اني اعرف انه هاي الستيت بتمثل عدد الاي زوجي عدد البي زوجي. يعني لاحظ لو انا هلا بلشت بهاي الستيت اخذت 1 بي ورديت مره ثانيه برجع دائما بعدد زوجي. هون عدد البي 2، خلينا عدد البي 2 نكمل. اخذنا اي صار عندي عدد الاي قديش؟ يعني هون يعني خلينا نمشي فيها. لو انا مثلا بلشت من هون رحت اول هون ايش حصير عندي؟ بي. نعم صح. نعم بي. رديت مره ثانيه حصير عندي كمان بي. بي ثانيه. لو رديت على هاي الستيت اي لو رديت مره ثانيه حصير عندي 2 اي. نعم اوكي. رديت مره ثانيه حصير عندي كمان اي. لو رديت هون حصير عندي بي. بي. لو رديت مرة ثانية حيصير عندي كمان بي. بي نعم. لو رجعت حيصير عندي اي. لاحظي هلا لو رجعنا وعدينا كل ما نوصل هون لازم يكون عدد البي زوجي. وعدد ايه صح والله. امشي بيها كالتريكل يطلع لي بعدين. لو بلشت من هون وجيت على هاي الستيت كل ما ارجع على هاي الستيت بلاقي انه عدد الاي زوجي وعدد البي فردي. لو اروح وين ما اروح وارد مرة ثانية هون لازم ارد مره ثانيه هون يكون عندي عدد الاي زوجي وعدد البي فردي. نفس الشيء لو اخذتي اي ستيت. اوكي اوكي شكرا دكتور، شكرا على التوضيح والله شكرا. فهلا هاي اللفات اللي انا بسويها هي اللي بتعمل لي كل الكومبينيشنز الممكنه من السترينجز باشكال وترتيب مختلف للاي والبي. بس المهم انه العدد للاي والعدد للبي ايش يكون زوجي او فردي اعتمادا على الستيت. فلاحظي لو انا مثلا غيرت لك على السؤال قلت لك بدي عدد الـ A فردي وعدد الـ B زوجي ايش حيتغير الحل يا نشمية؟ دكتور انا كنت مع شوي مع عبود ما انتبهت لك. تمام مره بحكي لو انا غيرت على السؤال وحكيت اني انا بدي عدد الـ A يكون فردي والعكس نفس زوجي ايش حيتغير الحل هون؟ هذول الدكتور اللي طالعين البي والاي راح تغير. احكي انا دكتور اتفضل. الاكسبت بتصير على الاو اي.
أحسنت. لاحظي لو أنا غيرت بالسؤال قلت بدي عدد الـ A فردي وعدد الـ B زوجي، بتغير بس الـ accept اللي هو حيصير عندي الـ accept هون على الـ OE، عدد الـ A فردي وعدد الـ B زوجي. لو بتغيرت قلت بدي اياهم فردي فردي بصير الـ accept هون. طيب دكتور حطينا الـ EE شنو راح يفرق إذا مثلا بدينا بالـ EE مثلا؟ يعني هلا احنا لازم دائما نبدا من الاي اي. لا اقصد الاكسبت ستارت ستيت دائما يتغير، بس انا الاي اي تكون هي فاينل فقط في حاله اذا كان طالب مني عدد الاي زوجي وعدد البي زوجي. الحاله هي الاي اي تكون هي الفاينل. دائما ابدا من هون، دائما ابدا من الستارت ستيت بغض النظر ايش السؤال المطلوب منه. اوكي تمام شباب، الكل فاهم حل من حله. ايه شكرا دكتور. اهلا. في حد مو فاهم يا شباب؟ شباب الموضوع سهل، سهل كتير كمان مش شوي، بس الموضوع جديد. اي اشي جديد على الواحد بلاقيه صعب، بس مع البراكتس المادة السر انك تفهمها انك تعمل براكتس، بدون براكتس صعب جدا انك تفهم. شباب في حد عنده اي سؤال؟ طيب ناخذ another example. لو كان طالب مني اعمل DFA for L اللي هو all strings without 001 تمام، والالفابت المعرف لي اياها كانت هي 01. لاحظوا شباب، طالب مني كل السترينجز، اللانجوج هاي بتحتوي على كل السترينجز اللي لا تحتوي على 001. يعني ال على سبيل المثال ايش ممكن يكون فيها؟ لمدا، لمدا فيش فيها 001، 0 لحالها، 1 لحالها accepted، 00 accepted، 10 accepted، 11 accepted، 11 accepted. اي string ما بيحتوي على 001 accepted، 1010 accepted. اي اشي بدون 001 accepted. لو انا قلت له 1001 هي accepted، هذا accepted. لا لانه بيحتوي على 001 تمام. all strings without 001 ايش يعني؟ without 001 does not have a substring 001 without sub string 001 تمام. يعني 110010 هذا accepted؟ لا. ليش؟ لأنه بيحتوي على 001 كسب string. واضح شباب؟ واضح اللغة؟ واضح دكتور. all strings without substring 001. طيب هلا هاي صعب اجي ارسمها دايركت، فبروح للكومبلمنت. برسم الكومبلمنت اول، بعدين من خلال الكومبلمنت بقدر ارسم اللغه المطلوبه. مين يحكي لي ايش الكومبلمنت اللي فيهم 001؟ احسنتي بالضبط. يعني انا بقدر اقسم ال W star لقسمين، قسم يحتوي على 001 has 001 as substring، وقسم hasn't
001 as substring. فالمتممة كل strings الموجودة بألفابت ستار ما عدا السترينجز اللي بتحتوي على 001. هلا هاي ال. هلا المتممة إلها كل strings اللي في ألفابت ستار اللي بتحتوي على 001. يعني إيش أقصر string lambda accepted ولا لا هون؟ لا دكتور. لا أقل string عندي 001. بعدين 1001 0001. أي إشي لازم يكون فيه 001. أوكي 10010 وهكذا. أوكي طيب خلينا هلأ نرسم اللي هو هاي اللغة L complement اللي هي all strings with 001 as substring. كيف هذا ممكن نرسمه؟ يلا يا شباب احكوا لي كيف ممكن نرسمه هذا؟ مين يساعدني؟ يعني مثلا Q0 start ونطلع منها اول واحد مثلا 001 0 0 Q0, Q1, Q2, Q3. لاحظوا 001 accepted هون. صح؟ صح دكتور. إيش بعد 001 ممكن يكون عندي؟ أن نطلع منها ال. أي شيء. أي شيء. صح؟ yes. طيب إيش قبل 001؟ الهذولاك اللي يكون فيها string. أي string. فأنا هون Q0 ممكن يطلع منها 1، ممكن تبلش بأي عدد من الواحد بعدين 0. Q1 طالع منه 0، لو طلع منه 1 وين حتوديني ال 1؟ هل بقدر أعمل لوب لل 1 هون؟ لا. ليش؟ لا تسوي تراب تحت. لا مش تراب، ترجعني هون. ليش مش تراب؟ لأني أنا بدي أعمل أي كومبينيشنز قبل 001. ما عملت لل 1 هون عشان ما أقطع سلسلة 001. فأنا لو قرأت 1 رد مرة ثانية وجيب 001. يعني أنا يعني قصدك دكتور أمشي فيهم بالترتيب اللي هو طالبة. Exactly. فأنا هلأ لازم يكون عندي 001. طيب هلأ الـ Q1 طالع منها 0 وطالع منها 1، الـ Q2 طالع منها 1 منها ايش؟ 0. الزيرو بقدر اعملها لوب هون وما تاثر على الزيرو 001. بقدر لو عملت لوب للزيرو هون ما حتاثر على الزيرو 001. ليش؟ لو عملت لوب للزيرو هون ما حتاثر على الزيرو 001 لانه ستيل عندي زيروز. لو كانوا 2 زيرو صاروا 3 زيرو حيضل عندي 001. واضح شباب؟ هلا هاي خد وجرب. اي سترينج بيحتوي على 001 تعمل له اكسبت، اي سترينج ما بيحتوي على 001 ما حتعمل له اكسبت، ما حيوصلني لفاينل ستيت. اوكي طيب هلا مو مطلوب انا with 001، ايش المطلوب من السؤال؟ مطلوب ال without. without. Exactly. هلا عشان اعمل كومبلمنت للدي اف اي، يعني هاي لو سميناها ام كومبلمنت، وانا بدي ايش؟ ام دكتور الاكسبت ستيت بتصير كلهم ما عدا كيو 3. احسنت. هلا لما يكون في عندي دي اف اي قاعده، لما يكون في عندي دي اف اي وبدي اجيب الكومبلمنت لللانجويج اللي بتمثلها او الكومبلمنت الها، بخلي النون فاينل ستيت فاينل والفاينل نون فاينل. يعني لاحظوا انا هون عندي نون فاينل Q0 Q1 Q2 وفاينل Q3. عشان اجيب متممه هاي الدي اف اي ايش بسوي؟ بعكسهم.
بخلي الـ Q0 والـ Q1 والـ Q2 final والـ Q3 non-final. فالـ Q0 حتصير final state. والـ Q1 برضو حتصير final state. والـ Q2 برضو حتصير final state. الـ Q3 حتصير trap. واضح؟ لاحظ منطق. ليش؟ لأنه 001 بتوديني على تراب. ليش؟ لأنه 001 مش accepted. بس بتقدر تأخذ أي ما بد أي عدد بدك من الزيروز. أما إنك أو تأخذ 01 قد ما بدك، بس ما بتقدر تأخذ 001. ممكن سؤال؟ yes. تفضل. شوف انا كان صدق انا كان عندي غلط، كان عندي يعني فاهم الشيء غلط. انا كنت مفكره ان الاكسبتنج يعني خلاص انت توقف، لا يمكن انه يطلع منها شيء. فالحين انا فهمت من كلامك ان الاكسبتنج السترينج المطلوب وبعدين تقدر تكمل تبي يعني. هلا الفكره بالموضوع انك انت بدك تقدر تضلك ماشي قد ما بدك، بس يخلص السترينج عندك بتشوف حالك وين واقف. يعني اللي يحدد انه بس يخلص السترينج. يعني ممكن انا امر على اكسبتنج وارد عليها مره ثانيه، اطلع منها وارد ارجع عليها مره ثانيه. المهم يعني عادي اطلع مع السترينج، بس السترينج يخلص بعدها بقرر انه اذا واقف على اكسبتنج معناته اكسبت هذا السترينج، اذا مو واقف على اكسبتنج معناته هذا السترينج مش اكسبت. اوكي دكتور شكرا. تمام. في حد عنده اي سؤال يا شباب؟ بلال، خلدون. نعم دكتور. محمد، إيهاب، نشمية موجودة، خليل. نعم. خليل أبو الليل. محمد عادل. نعم. صح النوم أبو حمد. محمد نور. مجد. فادي. دكتور فادي موجود. موجود فادي. سيف الدين موجود. نور حكمت موجود. دكتور أسيل موجود. دكتور لؤي. ليك. عبد الرحمن. فرح. نعم دكتور. إيهاب. عماوي. موجود دكتور. إنان. موجود. واجدة. نعم دكتور. صالح عقرباوي. نعم دكتور. أسامة خاطر. نعم دكتور. يزن. نعم دكتور. فوزي. نعم دكتور. مرام. نعم دكتور. عمار. داس دكتور. عمار الشامي. يلا معك. تمام. محمد يونس. موجود. زيد الأطرش. موجود دكتور. في أحد ما طلع اسمه يا شباب؟ أوكي يعطيكم العافية. شباب ليش ندرس؟
شباب بليز ندرس، يعني هلا خلصنا الدي اف اي تقريبا، حنبلش بالان اف اي المحاضرات الجاي، فالامور بتصير تدخل ببعض كمان شوي اذا ما درست اول. هلا حاولوا تحلوا الفاف الدكتور اللي انا منزلها يا شباب، حاول تحلها لحالك، هي محلول المحاضره الماضيه والمحاضره هاي كملناها. دون براكتس شباب ماده صعبه مستاهله، اذا ما عملت براكتس لازم تعملوا براكتس شباب. الماده لما تعمل براكتس بصير فيري ايزي، بصير سخيفه سهله جدا، بس بدون براكتس صعب لحالك تسيطر عليها. بليز شباب رجاء بلش ادرس.